اليوم مشهود في تاريخ النضالات ديال الاعوان الدراسه والنظافه والطبخ بالمؤسسه التعليميه باقليم الناظور. كيخلد اليوم الاخوان ديالنا كيخلدوا هذه المعركه ديال الاضراب المرفوق بالاعتصام امام المديريه الاقليميه. هذا الاضراب اللي مده 24 ساعه جاء بعد استلفات جميع الوسائل المديريه للتواصل مع جميع الجهات المعنيه. قول ايه اخوان الاعوان الحراسه والنظافه مكتمناه من النقابي دار جمع عام وخرج برنامج نضالي في شطره الاول. نحن الان في الشطر الثاني من برنامج نضالي، فيه اضراب اليوم وفيه الاضراب 25-26 مرفوق باعتصامات امام الجهات المتدخله. هذه الاضرابات وهذه المعركه النضاليه المفتوحه جات في اطار الرد على هذا التماطل وعدم التفاعل ديال الاداره مع الملف المطلوبي اللي على اساس ديالو 5% وعلى اساس انه تعرض لظرف الصفقه الحاليه وتحفظ الحقوق ديال جميع الاعوان ديال النظافه لا ديال الطبخ ولا ديال الحراسه. وتحيه عليا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم الطاري كاتب اقليمي الحراسه والنظافه والطبخ في المؤسسه التعليميه. نهار غنجري اعتصام اضرب واحد امام المديريه ديال التعليم بالنسبه للصفقه الجديده اللي غتبدا غدا ان شاء الله. انا كنوصل الرساله للمسؤولين ديال 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 المديريه ديال التعليم غيعاودوا الغزال نعاودوا نظره ديال الصفقه الجديده ان شاء الله. غيسعون كيفاش ان شاء الله نهار 17/5. بالنسبه نتمنى ان شاء الله الحد الاثناء الاجور للعمال سنيك. بالنسبه ل 5% ان شاء الله يدغي يكون جديد. بالنسبه ل 26 ديكلاراسيون، بالنسبه حتى للعطى السنويه ان شاء الله، بالنسبه للعطى اعياد دينيه واعياد وطنيه والعطى السنويه ان شاء الله. بالنسبه للشركه حاليا اللي كنخدم فيها قنيت، يعني غاس 30/6 ان شاء الله طويله الشركه ديال هيب. كنبلغ رساله للسيد المدير الاقليمي، كنقول له السيد المدير الاقليمي المحترم ان شاء الله ويعني وتسلمني الشركه تاع قنيت تويو حما اختصام برجيه في النهار 19 يوم برجي في عام و 19 شهور. المدير ديال 5% يبنى الحكومه خمس جوارو. الشغل ومن هذا العرس النضالي أن نقول ونقر عن مساندتنا لهذه الطبقة المهمشة، لهذه الطبقة الغير المقننة، لهذه الطبقة التي تعتبرها الأكاديمية ووزارة التعليم كلها على أنها يعني بدون عمل جاد ومسؤول، والعكس صحيح. إن هذه الطبقة المهمشة، إن هذه الطبقة التي ينظر لها على أنها غير مسؤولة هي طبقة مهمة وعلى أنها طبقة تخدم